السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي واصحابي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم بفيديو جديد، وللأسف الأحداث الفترة ديت مش مطمئنة، وفي الوقت الحالي مصر بتحشد قوات هجومية على طول الخط المواجه لقطاع غزة من ناحية سيناء، وده معناه ان مصر على وشك او خلاص اوريدي بالفعل هتخش الحرب. طيب، هل انا كمواطن مصري عايز مصر تخش الحرب؟ طبعا لا، انا واحد من الناس اللي مش عايز مصر تحارب لاسباب كتير هنبدأ نسردها ونفهمها مع بعض. خلينا نركن المشاعر على جنب، مفيش حد مسلم او عربي في اي حتة في الدنيا مش عايز فلسطين تتحرر، ده كلام مش منطقي. بس خلينا نفكر بعقلانية شوية. اولا، حرب يعني انت الاقتصاد بتاعك هينهار تماما. حرب يعني انت هتقفل المجال الجوي بتاعك وتعلن حالة الطوارئ وتوقف كل النشاطات اللي انت بتعملها في المشاريع الاقتصادية بتاعتك. الحرب ديت مجرد فخ بينصبه لك من 2011، من ايام ثورات الربيع العربي والسيطرة على الحكم العربي والكلام ده كله، وفي ناس كتير عارفة وفاهمة الكلام ده. انت الجيش الوحيد في المنطقة، او بلاش نقول الجيش الوحيد، انت حاليا اقوى جيش في المنطقة، مستقر عسكريا وليك ميزانية ضخمة جدا للتسليح، وعندك تنوع كتير جدا لمصادر السلاح، وعندك حاجات كتير جدا مش موجودة في الشرق الاوسط بحاله. كل ده بيمثل مشكلة وتهديد بالنسبة لامريكا وبريطانيا، وعشان يخلصوا من القصة دي بيبدأوا يدخلوك في أحداث بحيث إن أنت تفقد قوة الجيش بتاعك. يا جماعة، اللي عنده جيش قوي وعنده استقرار اقتصادي بيبقى ليه كلمة مسموعة، وده اللي مصر دايما بتحاول تسعى ليه. احنا نقدر نحل المشكلة عن طريق الدبلوماسية المصرية ووصول لاقتراحات تكاد تكون مثمرة وتبقى خطوة نقدر نبني عليها. لكن لو تصورت إن الحرب هي الحل، الحرب مش حل ولا عمرها هتكون حل، لان الخسائر اللي انت هتتكبدها سواء كنت حتى هتكبدهم خسائر، خليك انت مسكت اسرائيل ديت او مسكت اي حد وانتصرت في الحرب. طيب، وانت بتنتصر في الحرب ديت انت بتبقى محتاج مليارات الدولارات، هتجيبها منين؟ خليني اقول لك ان في حزمة المساعدات الكبيرة قوي اللي بتقدمها امريكا لاسرائيل، حزمة واحدة بس من حزمة المساعدات دي كانت بتتمثل في 95 مليار دولار. يعني دي حزمة واحدة بس من حزمة مساعدات كتير. خلي امريكا مثلا اديت لك 100 مليار يا عم، ولو انها مش هتعمل لك كده ولا عمرها هتعمل لك كده، بالعكس ده هما مستنيينك عشان كده. انت بقى هتصرف منين؟ هتكمل الحرب ازاي؟ الخطط الاستثمارية والاستراتيجية اللي انت قعدت سنين طويلة تبني فيها وبدأت تشم، ما بقولش ان انت وصلت للاستقرار الاقتصادي، انت بدأت تشم ريحة الاستقرار الاقتصادي عن طريق الاستثمار في مشاريع ضخمة وقوية جدا زي رأس الحكمة وزي المشاريع التانية ومنطقة الصناعية الجديدة اللي بتتعمل ومنطقة التجارة الدولية اللي انت بتعملها واللي هيخش فيها اكبر شركات في العالم وحاجات كتير، انت من خلالها هتبدأ تنطلق اقتصاديا، وده اللي مفيش حد من الغرب عايزه. عشان كده دايما بيحاولوا يقحموك في مشاكل، والحصار الاقتصادي اللي معمول عليك ده الهدف منه اضعافك اقتصاديا. عايز تحارب اي دولة اضعفها اقتصاديا، خلي ما عندهاش فلوس ووصل الدولار فيها ل100 جنيه، والدولار بالفعل كان وصل ل100 جنيه. ولما بدأنا نشم ريحة الاستقرار وبدأ في مشاريع اقتصادية ضخمة تتعمل، الدولار بدأ ينزل لغاية ما وصل لحاجة 40، وهينزل لغاية لما يوصل ل36. لو دخلت الحرب ديت كل ده مش هيتحقق. وخليني اقول لك ان اجتماع القادة العرب اللي اتعمل من كام يوم قال لك احنا هنوصل لحل وفكرة، والفكرة ديت شبه اتفق عليها اغلبية الاطراف، وهي استدعاء قوات حفظ سلام تبقى منتشرة من كل الدول العربية وتبدأ تسيطر على قطاع غزة وتحمي المدنيين من هجمات الاجرام الاسرائيلي اللي بتعتدي فيها على المدنيين.
وخليني اقول لك، لو الحل ده مش عاجبك فقادة حماس ذات نفسهم وافقوا على الحل ده، وانا شايف ان الحل ده هيبقى افضل بكتير من الحرب. فانت عايز اسألك، انت مع ان انت عايز تخش تحارب وعاوز تحارب، ولا عايز تتحل بالدبلوماسية وبطريقة تانية بعيدة عن الحرب؟ انا رأيي الحرب هتخسرنا كتير، الحرب مش مجرد كلمة بتتقال، الحرب كلمة ليها توابع كبيرة جدا. بكده أكون خلصت حلقة النهاردة، يا رب الحلقة تكون عجبتك، متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس إذا عجبك المحتوى. سلام.